Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalamu ala rasulihil kareem. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Siz bishan jiye. Siz silsil shurukur. Imam Ibn al-Qayyim, Imam Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Tihindis sirtas mutalik. Yatman zis patkul vishay. Tihindis sinawas mutalik. Tihindis lakbas mutalik. خاص طور پر یُس تِمن ٹایٹل چھُ یِوان دِنہٕ شیخ الاسلام تَتھ متعلق وٕچھے اَسہِ تہٕ بیٚیہِ وٕچھے اَسہِ تِہنٛدِ وِلادتَس متعلق تِم کَتہِ زایہِ کَر زایہِ تہٕ تَمہِ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ کٔر تِہنٛدیو گَرِکیو ہجرت یُتھُے تَتارَن ہُنٛد ظُلم وغیرہ اوس تہٕ اَمہِ پَتہٕ درٛاے تِم پنٛنہِ علاقہٕ منٛز تہٕ اَمہِ پَتہٕ کٔر تِمو ہجرت دِمشق کُن تہٕ تَمہِ پَتہٕ یُتھُے تِم دِمشق واتان چھِ تَتہِ چھِ یِم بوزان یِم آسان چھِ شیخ زین الدیٖن احمد ابن عبدالدائم یِمَن نِش چھِ یِم بوزان تہٕ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ تِم تہِ چھِ تِمَن نِش بوزان یہِ جُز ابن عرفہ تہٕ اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ آز اِنشاء اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تِہنٛز اِبتِدٲیی تھوڑا بہت تِہنٛدِ اِبتِدٲیی زِندگی مُتعلِق تِہنٛدِس بَچپَنَس مُتعلِق تھوڑا بہت تِہنٛدِ جوٲنی مُتعلِق تِہُنٛد علم حٲصِل کَرُن تَتھ مُتعلِق وٕچھو أسۍ تھوڑا بہت اِنشاء اللہ تعالیٰ تہٕ اِمام ابن عبدالحادی رحمہ اللہ تعالیٰ تِم چھِ اَتھ پنٛنہِ کِتابہِ منٛز یُس تِمو الگٕے چھِ کٔرمٕژ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تِہنٛدِس سیرتَس مُتعلِق یِتھ کٔنۍ أسۍ پرٛٮ۪تھ کُن وٕچھ گۄڈنِکِس سیشنَس منٛز کہِ یہِ چھُ اَکھ اَہم کِتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ تِہنٛدِس سیرتَس مُتعلِق اِمام ابن عبدالحادی رحمہ اللہ تعالیٰ تِم چھِ بیان کَران ثم سمع شیخنا الکثیر من ابن ابی الیسر والکمال ابن عبد والمجد ابن عساکر اصحاب الخشوعی یعنی یُس ہسا سون شیخ چھُ یعنی مُراد چھُ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ تِمو ہسا بوٗز واریاہ کیٚنٛہہ مُراد چھُ حدیٖث علم وغیرہ سُہ ہسا بوٗز تِمو خاص طور پر حدیٖث سُہ بوٗز تِمو ابن عبد الیسرس نِش یِتھے پٲٹھۍ الکمال ابن عبد یُس یِمن بیاکھ شیخ یِتھے پٲٹھۍ المجد ابن عساکر یِتھے پٲٹھۍ خشوعی یُس چھُ تٔمۍ سٕنٛدیو اصحابو نِش تہٕ خشوعی کُس اوس یہِ اوس ابو طاہر برکات ابن ابراہیم ابن طاہر الدمشقی الخشوعی العنماتی المعمر مسند الشام یعنی یہِ اوس شام کہِ محدثو منٛز یِہنٛز وفات چھِ گٔمٕژ 560 ہجری منٛز تہٕ یِہنٛدۍ یِم اصحاب ٲسۍ مُراد یِہنٛدۍ یِم تلامِزو منٛز تہٕ یِتھے پٲٹھۍ یِم یِہنٛدیو کَمپینِیَنزو منٛز ٲسۍ تہٕ تِمو نِش بوٗز شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ تِمو نِش بیٚیہِ یِتھے پٲٹھۍ ومن الجمال یحیٰ ابن الصیرفی یعنی یحیٰ ابن الصیرفی یِمو نِش بوٗزُکھ یِتھے پٲٹھۍ احمد ابن عبد الخیر سلامہ یِتھے پٲٹھۍ القاسم الربلی یِتھے پٲٹھۍ الشیخ فخر الدین ابن البخاری یِتھے پٲٹھۍ الکمال عبدالرحیٖم یِتھے پٲٹھۍ ابو الغنایم ابن علان یِتھے پٲٹھۍ احمد ابن شیبان یِتھے پٲٹھۍ واریاہَن لُکَن نِش بوٗز یِمو علم خاص طور پر تہٕ حدیٖث تہٕ یِتھے پٲٹھۍ چھِ یِمے مُعلفی یعنی مُراج یِم اِمام عبدالحادی تِم چھِ پَنٕنہِ کِتابہِ مُختصر علماء الحدیٖث منٛز بیان کَران کہِ یِمو ہسا بوٗز بیٚیہِ القاضی شمس الدیٖن ابن عطا الحنفی یِتھے پٲٹھۍ النجیب المقداد یِتھے پٲٹھۍ ابو بکر الحربی یِتھے پٲٹھۍ اشرف ابن القواس یِتھے پٲٹھۍ زینب بنت مکی یِمو نِش بوٗز یِمو تہٕ پَتہٕ چھِ بیان کَران وَشیوخُہُ الذین سمع منہم اکثر من مئتی شیخٍ تہٕ تِم شیوخ تِم علماء یِمو نِش شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تِمن نِش حدیٖث بوٗز تِمن نِش علم حٲصِل کوٚر تِم ہسا چھِ دۄیو ہَتو کھۄتہٕ زیادٕ شیخو نِش بوٗز امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ تِمن نِش حدیٖث علم وسمع مسند الامام احمد ابن حنبل مرات بیٚیہِ بوٗز تِمو پوٗرٕ مُسند یُس آز لگ بگ ژَتجی ہن جِلدن منٛز چھپیمٕژ چھِ سُہ سورُے بوٗز یِمو یعنی مُسند الامام احمد ابن حنبل یَتھ منٛز لگ بگ 35,000 حدیٖث چھِ سُہ سورُے بوٗز یِمو اَکی لَٹہِ نہٕ کیٚنٛہہ مرات تہِ واریاہ لَٹہِ بیٚیہِ شیوٗخن نِش سمع الکتب الکبار والاجزاء بیٚیہِ یِتھے پٲٹھۍ بوزکھ بَجہِ بَجہِ حدیٖث چہِ کِتاب بیٚیہِ یِم حدیٖثن پٮ۪ٹھ لۄکٕٹۍ جُز چھِ آسان تِم تہِ بوٗزِکھ واریاہ اجزاء یِتھ کٔنۍ اَکھ کِتاب یۄس چھِ یَتھ وَنان چھِ الغیلانیات
قسم تلقتش بيان كران محقق شي بيان كران تعليق اسم زمان مما قرأه الشيخ في مجلس واحد يعني أكسي مجلس من جس شيخ اسلام بن تيمية رحمه الله تمو فور تبيبوز فاساوس كاش كتاب الغيلانيات ت إيشو إمام بن واحد عبد الهادي يعني يم كتابه المؤلف تمشي ذكر كلام مختصر علماء الهدي يعني أكسي مجلس من شتيم يجوز يعني حديث من كتاب أجوز أكيد ما نانج الغيلانيات إيشم أكسي مجلس من سبارانت وزا ومن مسموعاته معجم التبراني الكبير تبي شيخ الإسلام إنه تيمية سنده مسموعات وما زي يعني تمو كتاب من زي تمو بوز مش بارم تشك شو كنش رواية كلام بني شو كنش كما حسيتم من سشكوس كتاب معجم التبراني الكبير يعني المعجم الكبير يس امام تبراني سنشي سچيم بنشيو خنيش بوزن اما ذا كتاب عني بالحديث وقرا ونسخ وانتقى وتعلم الخط والحساب في المكتب بنقرا ام بتكريم بور اهتمام حديث في نسوش مسند امام احمد تبر بجبجيم كتابه صحيح بخاري صحيح مسلم تبر يم سنن تم كتاب تبوزيم وذكر العالم العلي اسم نقل شكران أبو حفص البزار رحمه الله تعالى إسلام شو حديث كورة اهتمام قناة أم بتشي بران لخان إثبت إمام الذهبي رحمه الله تعالى تيم تشي بيان كران كي تيمو حس ليش بانيو أتو سنن أبي داود سوري كيس كبرون تيس علماء برون تمو سي publishing system وغيره وسنا أصلا كين أم بتشي علماء بانيو أتو سيد واريح كين كتاب تيم نص كران كوبي كران لخان تسنن أبو داود رحمه الله تسو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بانيو أتو سيد لخان شو زحبي إمام زحبي رحمه الله تعالى ناقل كلام وانتقى بيشكي أحاديث سلكتد أحاديث تمتي تشونان تلخان يوم مز أخ شو ومما انتقاه يعني تمو أحاديث من زمن الإمام ابن تيمية رحمه الله تشونان تلخان شو 100 حديث من أوائل صحيح البخاري يعني صحيح البخاري من زمن على إسناده وست حديث شو تمو من شحات حديث الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تشونان تأمبته سلخان وكتبت مرارا الحمد لله واستنى بوس مستد وشبي مستي يعني محات حديث سلكت رحات حديث امام ابن تيميه رحمه الله اوالي يومز جنانجته ام بتشس لخان ام بتش بيش شيخ الاسلام ابن تيميه بيش من سيمز قد يعني رايتنج اللي لخن لخنك رولز وغيرها شيء اصلا كيف بتش لخن سوه شيخ شان وحي والحساب اتبت حساب يعني مراد شو حساب اسمه زوسان يس بيسك مانيوتي مات بيسك حساب كتاب سوتشيم مكتب يعني كني عاوز درس قشو عاسان يثبت بيتز بروح مكتب عاسان بچن هن كدر تچ تيمي هشان وحفظ القرآن بيش قرآن تحفظ كران وأقبل على الفقه أم بچ يم پور توجه دمان كاكم فقه اسمون خاص طور پر يس حنبلي فقه يثبت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفقه شكرا وقرأ أياما في العربية على ابن عبد القوي تبيش وارهن وارس كالس عربي علم عربي يساينس شو عربي يساينس شو تحت متلك تشتين وارس كالس فرانكم منش ابن عبد القوي هندو شيوخ منش من بورنا شو محمد ابن عبد القوي ابن بدران ابن عبد الله المقدسي المرداوي شمس الدين أبو عبد الله الفقيه المحدث النحوي يعني مس فقيه تتي محدث تتي غرامري انت حنابل هم من زيستي ابن رجب تشو ذكر كران كي ابن تيميه رحمه الله تعالى شي يمنش فران يمنش فران يعني عربي يشو عربيك تيمك علم حاصل كران ثم فهمها يم عربيك بوربت سمجان عربيك علوم واخذ يتعمل كتاب السيبويه امبتيوس نحو الصرف اسمز اهم تبي برد اخ كتاب شو إمام سيبويه رحمه الله تعالى أثنين شيء الكتاب يمشي لاقم سبارين تعامل سان تفرد جور كريت تعامل سان شيء سري كتاب بران حتى فهمه هو وبرئ أفن نحوي يتعني مسحور برد سامجان شيء أم بتشيم بور سكيل فل بنان أتنهاو كيس علوم أصلا مراجع عربي كن علوم أنمز وأقبل التفسير إقبالا كليا تبيشيم بور برد توجه ديوان تفسير كيس علم أسكنتي بور برد شيء تكون توجه ديوان حتى حاز فيه قصب السبك يتعنيم أثمنز السبكة شحاصل كرام برونت شين يعني يقول سأم برونت تيكس مز بيان كي قصب السبك شي قصب السبك شي أصلي بنان كي يسكي برونت تي برونت عربيس رئيس وغيرها كرام تمس يس جو يس اندنج بوينت وساسا
یُس ٹارگیٹ اوس آسان ییٚتٮ۪ن ریس ختم ٲس گژھان تَتٮ۪ن ٲسۍ تِمن تھاوان اکھ ڈنڈٕ اکھ یا یَتھ وَنان یہِ چھِ کَسب یعنی اکھ کین اکھ کھڑا یُس برونٛٹھ اوس نیران سُہ اوس سُہ ڈنڈٕ پوٚتُس اَتھ تُلان تھوٚد تہٕ یہِ علامت ٲس اَمِچ کہِ أمۍ ہسا زیٖنۍ ریس. تہٕ اَمہِ منٛز درٛاو پوٚتُس یہِ فرٛیز اکھ حاضہ یُتھُے وَنان چھِ عرب حاضہ کَسب ٲسکھ مانان چھُ کُنہِ فَنَس منٛز کُنہِ علمَس منٛز یا کُنہِ چیٖزَس منٛز برونٛٹھ نیرُن مُقدم نیرُن تَتھ منٛز فوقیت حٲصِل کَرٕنۍ. وۄنۍ اَکھ کَما اصوٗل الفِقہِ بیٚیہِ چھُ یُس اصوٗل الفِق چھُ تَتھ منٛز تہِ چھِ یِم سُہ تہِ چھِ یِم پرٛسِجَن سان پٔرفیکشَن سان سُہ علم ہیٚچھان وغیرہ ذالِک یِتھَے پٲٹھۍ بیٚیہِ تہِ واریاہ کیٚنٛہہ علم. تُہۍ وٕچھِو شیخُ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ گۄڈٕ چھِ تِم حدیث احتِمام کَران لیکھنُک حِسابُک قرآن حِفظ کَرُن فِق عربِک یَتھ منٛز خاص پٲٹھۍ نحو چھُ یِتھَے پٲٹھۍ تفسیٖر یِتھَے پٲٹھۍ اصوٗل الفِق یِم سٲری علم اصوٗل الفِق تفسیٖر نحو عربِک فِق یِتھَے پٲٹھۍ قرآنُک حِفظ یِتھَے پٲٹھۍ حدیٖث یہِ سٲری علوٗم چھِ یِم کَران اَخذ ہدا کُلو یہِ سورُے ہُہ بعدُ اِبنُ بِد اشرت سنا یا اِبنُ بِد اشرت سنا یہِ سٲری علوٗم چھِ اِمام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ پَران مگر وٕنہِ چھِ آسان تَمہِ ساتہٕ صرف کۭژاہ ٲس وٕنہِ چھِ آسان تِم ٹیٖنزَن منٛز یعنی مُراد چھُ وٕنہِ چھِ آسان تِم یعنی ژۄداہ یا پَنٛداہ یا شُراہ یا سَداہ یا اَرداہ یا زیادٕ سے زیادٕ کُنوُہ وُہٕرۍ تِکیازِ کہِ بِد چھِ وَنان ترٛےٚ پٮ۪ٹھ تا کہِ نَوَن تام. فَمْ بَحَرَ الْفُضَلَاءُ مِنْ فَرْطِ ذَكَائِهِ وَالسَّيْلَانِ ذَهْنِهِ وَقُوَّةِ حَافِظَتِهِ وَالسُّرْعَةِ إِدْرَاكِهِ. اَمہِ پَتہٕ یِم فُضَلاء چھِ یعنی یِم ؤرچُوَس سکالٲرٕس چھِ آسان تِم چھِ تِمَن چھُ اِمام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ تِہِنٛز شدیٖد اِنٹیلِجَنس تَمہِ سۭتۍ چھِ تِم بِلکُل تِمَن اَکھ ایسٹانِشمٮ۪نٛٹ گژھان اَمیز چھِ تِم گژھان چوکَنہ چھِ تِم گژھان ابن اِمام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ تِہِنٛز شدیٖد اِنٹیلِجَنس کہِ وجہ سۭتۍ ذہانت کہِ وجہ سۭتۍ تِہُنٛد ذہن یُس ذہن چھُ دٮ۪ماغ چھُ سُہ کوٗتاہ تیزی سان چھُ بَہان سُہ کوٗتاہ تیزی سان چھُ کٲم کَران تِہُنٛد حافظہ یُس کوٗتاہ قوی چھُ آسان تہٕ بیٚیہِ تِہِنٛدِ جلد فہم سۭتۍ پرٛیزَنس آف مایِنٛڈ سۭتۍ چھِ تِمَن بِلکُل ایمیزمٮ۪نٛٹ گژھان کہِ اِمام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہَن کوٗتاہ فضل چھُ اللہ تعالیٰ ہَن عطا کوٚرمُت کہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھِ یِمَن ییٖژاہ اِنٹیلِجَنس عطا کٔرمٕژ یہِ ذہن عطا کٔرمٕژ یہِ قُوَت حافِظ عطا کوٚرمُت تہٕ حافِظَس سۭتۍ سۭتۍ سُرعت اِدراک یعنی سُرعت فہم تہِ عطا کوٚرمُت. احمد بیان کَران یِہِنٛدِس بَچپَن سٕے مُتعلِق اَکھ واقعہ وَلَقَد بَلَغَنی اَنَّ بَعْضَ مَشَایِخِ الْعُلَمَاء بِحَلْبٍ قَدِمَ إِلَى دِمَشْقَ. بیان کَران کہِ بعض علماو منٛز چھِ حلبہٕ کیو بعض علماو منٛز چھُ اَکھ أکِس عالمَس نِش مےٚ یہِ وٲژمٕژ یہِ خبر کہِ تِم ہَسا چھِ اَکہِ وِزِ دِمشق یِوان اَمہِ پَتہٕ چھِ وَنان کہِ سَمعتُ فِی الْبِلادِ بِسَبِیٍّ یُقالُ لَہُ احمد ابن تیمیہ وَأَنَّهُ سَرِیعُ الْحِفْظِ وَقَدْ جِئْتُ قَاصِدًا لَعَلِّي أَرَى. بیان کَران کہِ یہِ شخص چھُ وَنان کہِ مےٚ ہَسا بوٗز مُختلِف بِلادَن منٛز یعنی وٕچھو اَمہِ ساتہٕ چھُ وٕنہِ چھُ آسان ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ بِلکُل بَچپَنسٕے منٛز یا ٹیٖنزَن منٛز یا بِلکُل تَمہِ کھۄتہٕ تہِ کَم وٲنٛسہِ منٛز اَمہِ پَتہٕ چھِ آسان اِمام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ تِہِنٛز شہرت گٔمٕژ مُختلِف بِلادَن منٛز. اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم بیان کَران کہِ مےٚ ہَسا بوٗز أکِس بَچَس مُتعلِق ییٚمِس ناو چھُ احمد ابن تیمیہ یہِ ہَسا بوٗز مےٚ کہِ تِمَن ہَسا چھُ سٮ۪ٹھاہ قوی حِفظ تہٕ بہٕ ہَسا آس ییٚمہِ قصدٕ کہِ شاید بہٕ وٕچھَن سُہ فقال لَهُ خیاتُن. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ تَتہِ سٕژ اَکھ آسان تٔمِس چھُ سُہ تٔمِس وَنان حادِی طٔریٖقہٕ کُتابہِ یہِ ہَسا چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ درسگٔہٕچ وَتھ ہُہ اِل الان ما جا تہٕ وٕنہِ آو نہٕ سُہ ییٚمہِ وَتہِ کِنۍ کیٚنٛہہ یعنی سُہ آو نہٕ وٕنہِ درسگاہ کِہیٖنۍ فقط اِندنا یہِ جی او یہِ اَبُر علی نہ ذاہِ وَن اِلل کُتاب اِسلیے ژٕ بِہِتِن پیٖتِس کھنٛڈَس تہٕ سُہ یی ییٚمی وَتہِ کِنۍ سُہ نیرِ یَپٲری کَرِ سُہ کرٛاس وَتھ درسگاہ کُن درسگاہ گژھنہٕ خٲطرٕ نیرِ سُہ یَپٲری. پَتہٕ جلسہ شیخ الحلبی یوٗ کَلِن اَمہِ پَتہٕ یُس یہِ حلبُک یُس یہِ شیخ چھُ آسان یہِ چھُ اَتٮ۪ن بیٚہوان پیٖنتِس کھنٛڈَس فَمر رسبی اَن اَمہِ پَتہٕ چھِ اَپٲرۍ کیٚنٛہہ بَچہِ گُزران فقال الخیات الحلبی اَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس حلبی حلبٕکِس یعنی حلبی یہِ چھُ نِسبت حلبَس کُن شامَس منٛز اَکھ علاقہٕ چھُ تَتہِ کِس أمِس شیخَس کُن چھُ أمِس شیخَس چھُ وَنان یہِ سٕژ ہدا کسبی الدی مےٚ اہُ اللہ القبیٖر ہُہ احمد ابن تیمیہ. یُس ہَسا یہِ بَچہِ چھُ یُس ژٕ وٕچھان چھُہَن ییٚمِس سٕنٛدِس اَتھَس منٛز یہِ بوٚڑ سِلیٹ چھُ أمِس یِہوٚے ہَسا چھُ أمِسٕے ہَسا چھُ ناو احمد ابن تیمیہ یُس ژھانڈان چھُہَن فنادا ہُہ شیخ اَمہِ پَتہٕ چھُ شیخ أمِس بُلاوان فجا علی اَمہِ پَتہٕ چھُ اِمام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یِمَن نِش یِوان فتناولا شیخ اللہ فناد رفیع اَمہِ پَتہٕ چھُ شیخ یہِ سِلیٹ رَٹان اَمہِ پَتہٕ اَتھ منٛز نظر ترٛاوان سُہ مقال اَمہِ پَتہٕ چھُ وَنان أمِس یعنی ابن تیمیہ یا ولدی اے گوٚبرا أمۍ سا ہدا یُس یہِ اَتھ سِلیٹَس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ چھُ ژٕ مِٹاو یہِ حتہ عُملی علی کَشین تختوٗبہٕ تاکہِ بہٕ کَرَس یہِ ڈِکٹیٹ کہِ علمہِ منٛز کیٚنٛہہ چیٖز ژٕ لیکھَکھ سُہ اَتھ پٮ۪ٹھ
ففعل أبا ابن تيمية لفن فعمل عليه من متون الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حديثا أبا شيخ زي شيخ أمس بيت أحاديث كم متون ومنس كه يا ترو أحاديث أمس ديكتيت كرا أبا ابن تيمية رحمه الله إسليت أسبر لكان وقال له أبا شيخ أمسنا اقرأ هذا فارسيم أحاديث فلم يزد على النظر فيه مرة بعد كتابته إياه فأنا كرا إمام ابن تيمية رحمه الله شن يمخذ زياد كين كرا كي تمشي أكلت أحد لكن بعد أكلت أحد نظر تراوان أم بعد كيش كذا ثم دفعوا إليه أم بعد واپس أم الشيخ الديوان وقال أم سنا أسمعه عليه بود سواني منش فقرأه عليه أم بعد شيء واپس بوزنا أم تيمية رحمه الله أم سبتي برا واپس أرضا كأحسن ما أنت سامع يعني يوتاس بهتر عند أوس من سايق بوزت تم خطي بهتر طريقة سبت الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله واپس بني حفظ سوت أم سبتي برا فقال له أم بعد الشيخ واپس من سنا يا ولدي إمس هذا إمن قبل يسيم أحاديث لك تبوزني في متاوة أمبر ففعل أمبر شو متأمين كران فعمل عليه إدة أحسانيد انتخبها أمبر شو شيء أحسانيد كي جينز شنان أحاديث كي سند تم شنان أمبر لخان تم أثبت ثم قال أمبر شو نامس إقرأ هذا باري فنظر فيه أمبر شو متأمين رحمه الله تعالى كما فعل أول مرة أثبت سوين لتي إملاك نبات أكل نظر شتراوان إمن تأمين شأكل رحمه نظر تراوان فقام الشيخ وهو يقول أم بتشو يعني إمام ابن تيمية رحمه الله أم بتوافق بس تيم سنة تيم زبيني بوز نوان أم بتشو شيخ خدعة بس أم بتشوانا إن آش هذا الصبي أجرها صحيح بج زندروزي لا يكون لنا له شأن عظيم إمسا آس أخ بزي أخ عظيم منزلته فإن هذا لم يرى مثله يسا صحيح بج إمسو شو نزحت أمد وشنكين أو كما قال يا يثبر سوانان شو تبج من سيمان شو ابن تيمية رحمه الله تعالى تهان يا مشهور غسان دم متلك تمكيت من شاء الله تعالى قوه فهم حفظها عطا قرن دي اسمت لك واقع اخنا كل شكران امام ابن عبد الحادي رحمه الله تعالى تبش بنسي متلك شو بياخك واقع نقل كران العالم العلي اسمس ابو حفص عمر ابن علي البزار يهز وفاته يوم 49 هجري من امام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى شاگرد منزيس تین تہ نقل کران ات کتاب من بچپنس متعلق اخ واقع اخ بیان کران اخبرنی من اثق به ان جدته ان الشيخ رضی اللہ عنہ فی حال سیر یعنی بیان کران کہ میں ایسا کر دس خبر تم شخص نے اس پٹ میں پورا بھروش اس سے کہا چھو کہ سوچ نقل کران پن انانی نش يا هيك مراد يس الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندنا إنش أن الشيخ رضي الله تعالى عنه في حال سجره كي يسأل الشيخ مراد الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى بينس بش من اسمه كان إذا أراد المضي إلى المكتب يوم ساتين إرادة كران قسمك بينس مكتب يعني مراد بينس درس قسمك يعترضه يهودي تيم نسبة سام كان بثيوان أخ يهودي أخ كان منزله بتركه تم سند غار شاسن شاسن أيش وقت بتي أبدا إنسان درس قسمك واش شاسن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تهانس تہ امہ پتہ اس أمس بت یوان امہ پتہ اس أمس اعتراض کرا أمس پہ بھی مسائل کیا مسائل پر سی اسئلہ عنہ تاخ مطلق اس أمس یعنی شیخ اسلام تیم رحمۃ اللہ تیم سوال کران لما یلوہ علیہ من الذکاء والفتن تہ کیا اس کہ شیخ اسلام تیم رحمۃ اللہ اس پہ اس ظاہر آسان انٹیلیجنس یعنی أمس یہود اس تہ اس پتہ کہ اللہ تعالی نے أمس ابن امام ابن تیم رحمۃ اللہ تیم الذكاء يعني انتليجنس ذهانه اتا كرمز والفتنه يعني الفتنه مراجعه سرعه الادراك سرعه الفهم ان شاء الله تكون قوه الفهم اتا كرمز توصل امس بظاهر اي او سي يهودي تي امس كان مسائل مطلق لسان وكان يجيبه هو انا حسد ان ابو الشيخ الاسلام تيمي بعد جلدي امس تمام تمام مسائل جواب دي حتى تعجب منه يتان كامس يهودي شيء امس بجس مطلق يعني امام ابن تيميه رحمه الله مطلق تعجب غسان ثم انه صار كلما استاد ابو يخبره بأشياء مما يدل على بطلان ما هو عليه. أمبت إمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوم ساتي تيم أبريز غزران إمام ابن تيمية رحمه الله استمن كهن شيء من خبر ديوان كهن شيء باين كران يوم دلالة تذكران يخبر يهودي يخبر مذهب بس بري دين بس بري يهودي أوس تيم كيس بطلان بس بري يعني أي يهودي يخبر مذهب بس بري شو كه دين بس بري شو باطل يوم مسائل تيم بسان شو كه يوم شيء ونان شو تيم شو باطل فلم يلبس أن أسلم وحسن إسلامه. أما شو كان تايمي قصان يهودي شو إسلام قبول كران إمسون شو بعد إمسون إسلام شو بعد بهترين آسان شو إسلام قبول كران وكان ذلك ببركة الشيخ على سجر سنه. شيخ الإسلام تايمي رحمه الله تعالى
Allah Ta'ala timan mas barakat thamas kes kes muallimul khair shu asan mubarak ken Allah Ta'ala tishu bayan karan Isa is mutalik ki Isa alayhi salam iswaran waj'alani mubarakan aynama kuntu. أما شو بيان كران إمام ابن عبد الحادي رحمه الله تعالى وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي حافظ أبو عبد الله يعني مراجع إمام الذهبي رحمه الله تعالى كما خص قربان بيان أن الشيعة يعني الشيخ يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في تصون تام وعفاف وتعبد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما خص لوب نشون ما أبرينج سأصل لوب تمكاثمس في تصون تام مكمل حفاظ تسميه يعني تمس كنت قسمك بركه من مزواكا غسان كي هن تمش استم تمن الله تعالى حفاظت كن يعني مراجون كي سغير مز اسم واكا غسان كي كيس كي تمش كات ماسوم مگر مراجو كي الله شيخ سامي استم تمو چیزو نش حفاظت اسمز الله تعالى كتم نشو نما الله تعالى دستمن تربيت هند والدين كي زريو في تسون تام يعني مكمل حفاظت اسمز يعني مراجو مثلا كبائر وغيره ونش بور عمل ونش وعفاف بلوبتي منشو نما افت مز افت اسمز باق دام نمز وتعبد بإبادة اسمز لكن تحت حيث اسمز تشو وشاب نشع في طاعة الله تثيم عاملو شيخ الإسلام من تيمة رحمه الله تمزد واقتصاد في الملبس والمعقل بلوبتي منشو نما يخمت لكي يسن قلو بوشاك وساسان كينجن وساسان ستو ساسان بلكل اعتدال اسمز تحمد اسمز كانت حد باري وان كان كهين وكان يحضر المدارس والمحافل في سيغره ويناظر ويحفم الكبار ام بتس تم باش بنسي مز مدرسه مز بمختلف محفل مز هزري ديوان ام بتس تتكن تت علماء مناظره كران يعني علمي مناظره بحث علمي علمي مسائل من بحث كران ويحفم الكبار ام بتس تم بدن بدن علماء تم نستم مناظره مز حكان حارني يعني مراجعون كتير مس تطلعوا إجواء لكن أول شيء ما كان نا مرادس يمتين وقتك زمان رسم مناظر سياسي بس علمي مناظر أصلاً مقصود أصلاً حق اسمي جواتون مقصود أصلاً ذهن تيز كرون ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم أم بتوش شيخ سلام تيمية علم مستهى تيوان أنت مستجيز بيان كران يمسد يم بلدك أنت تم شهرك يعني مراجع دمشق تم كم أعيان إيش يعني مين من تاج علماء برد علماء سياسي تيم تيز خيرني مس بيان فأفتى وله تسعة عشر سنة. أبشر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى تمشي لنا فتوى دين تمشى علماء إجازة ديوان أيام كتيم حاسس شيء فتوى دينك أهل يمس يلزم كتيم ساشتي من وسوسة سامين كذا صار يكون وغير. تلقين شفت نوتس من بيان كران كي مختصر علماء الحديث اسمه ألف سنة كتاب كتاب مشي بيان كران ولا هو نحو سبعة عشر سنة سدى هو. بيج جاي بيان كران بعض كعلماء دون التاسعة عشرة يعني يكون وغير خد كام شاسان بيج جاي دون الاشين وغير خد كام شاسان. يعني مراجو بوهر خد كام كام شاسان ووس يا تكونوا بوهر يا سدا بوهر يا أردا بوهر يوم سات الشيخ الإسلام من تيم رحمه الله تعالى شلقا فتوى دين بل أقل إسلي بيان كرا سدا بوهر خد كام وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت وعقب على الاشتغال أم بشتم لقا شروع كرون علم جمع كرون تأليف كتاب لكن تيم وقت برد أم بشتم بور المسجد مجهور روزن تشتم بور بان ديفوشن ديوان تاس چتم پنن پ وقت مصروف کران تاس کن چتم پور توجہ دیوان اما بن کرا مات والده وكان من من كبار الحنابلة وعمتي الشيخ اسلام تیمرا تهنی والد صاحب چ تنشاسن حنابلة حنابلة کی علماء شتم مستن کبار علماء مزاسن تیم تیم کو امام مزاسن تیم دیز وفات چ گسن تیم ساتم مرانش پتوس وفات چ تیمن گسن فدرس بعده بوظائفی ام پتیم وظائف يم كامي يعني مراجع علمي كامي علمي يم وظائف يم درس وغيره شيء مثل مو ولا سنديوان سوشي تمسن جايش بتسكوز بهان إمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وله إحدى وعشرون سنة يلزم كتام ساتفين كل سنة شاسنتي من ولس سوري أقول واشتهر عمره وبعد سيده في العالم أم بتش إمام ابن تيمية رحمه الله تعالى تهون يس عمر شيء تهون يس شهرة شو سوشي فلان بور عالم اسمز بور الدنيا اسمز يعني مراجع إسلام إمام مالك من إمام تيم رحمه الله تعالى شهرة فلان وأخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجمعة على كرسيه من حفظه أم بتشلاقان تم
Allahu Taala's kitab tafsir karun juma ken dohun kursi pet yani masjid mas chasa khasa kursi amasan am khatr tajtim lagan har juma tafsir karun Allahu Taala's kitab Quranas bekit pet ken notes agar asan brot kan asan ken ka kitab asan brot kan asan ken pani hifz az mas astim suri tafsir bayan karan fa kana yurid al majlis am tajtim pur mai as majlis mas pur ah majlis muraj vari matlab pur ah juz ah ilmuk ah bod ah portion ah pani zehn mas پنی ذہن ست سوری وارد کرا سوری تم بیان سو کران ولا یتلا اسم بیس تمن کھا تہ ات من گٹ گوش گسان کتن ہنان کش پٹ گٹ گوش گسن سو سن تمن سم عامل اوسن گسان کہین سٹامرنگ اوسن تمن گسان کہین وکدا کان یرید الدرس بتعده وصوت جحوری فصیح بیس تم سوری درس بیان کران بالکل آرام سان بجی آواز من فصیح زبان من فصیح عربی زبان من استم سوري درس نقل كران تام بش ايش كتاب مزبوط بيان كران امام عبد الحاج رحمه الله تعالى كي امام شيخ الاسلام تيم رحمه الله تهند برين برانو ساتي من زاسان شي شروعات پٹھے شيخ الاسلام تهند تهند دوست من ساتي من شاسان تي ما سش بيان كرا ولا قد سمعت هو في مبادئ امره يقول كي ما سبو شيخ الاسلام تيم رحمه الله اسنيش تي شروع تهند شروعاتس منز یم سات شروع گو گژھن تہند علم سلسلہ تہ شہرت سلسلہ تم سات ہسا بوز مے انه لا یقف خاطری فی المس یعنی شیخ حسین تیم رحمہ اللہ تم سات بیان کران کہ میون دماغ ہسا کن سات کن مسلس منز رکان وشی یا کن مسلس منز یا کن چیزس منز رکان او الحالہ التي تشکل علی یا کن مسلس منز کن چیزس منز کن حالتس منز میون دماغ مثلا رکان یعنی تاتن چیز رکان تعامل کرنے خاطر غور فکر تفکر کران تف مسلس پٹ یم یت متک میک اشکال اوس گسان و استغفر الله تعالی الف مره او اکثر او اقل ام بتوس بالله تعالی ساس یتم خود زیاد یتم خود کم ساس فر الله تعالی مغفرت طلب کرن حتا ينشرح الصدر یتن من سینوس بالکل کھلان و ينحل اشکال ما اشکل یس مسل یت متک میک اشکال اوس گسان سو اشکال اوس دور گسان تم اشکال اوس کھلان قال ما انكرنا استم ان شيخ الاسلام تيم رحمه الله تعالى واكون اذاك في السوق چاہے پتوس مارکیٹس مزا اس او المسجد يا مسجد مزا او الدرب يا كون ويت پٹاس او المدرسه يا مدرسه مزا اس لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار الى ان الانا الى ان انا لمطلوب يي چاہے من با مسجد مزا اس مارکیٹس مزا اس كون مدرسه مزا اس يي چيز اوس مي رکاوان الله تعالى سن ذکر کرنش الله تعالى سن مغفرت طلب کرنش یہ چیز اس میں تمہیں رکاوان کہین یوتان میں یہ مطلوب ہو ساسن ان مسلس من اشکال گسن یا کا مسلم مس تو واقع گسن یوتان سو مسلو دور اس گسن تف مسلس اس بحال لبن سو مطلوب اس اس میں لبن تو اتن اس چیز ذکر کران شیخ الاسلام تیم رحمۃ اللہ تعالی ذکر سے مشغول روزن یہ مشہور من متعلق یہ چیز اس ذکر کران ہند شاگرد تے امام بڑے اخ شاگرد چھ امام القیم رحمۃ اللہ تعالی تم تش الباب الصیب اس من نقل کران استے بوز مت آسی وحضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ مرۃ صلی الفجر کی باسا اوس اکویز حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی تمنش اکویز تم پر فجر نماز ثم جلس یذکر اللہ تعالی الى قریب من انتصاف النهار ام بچتم یس دوہ کس نصف ٹائم استن مراد ظہر برونٹ لگ بھگ تو تان استم لاگان برابر فجر نماز پڑھ تو تان استم لاگان ذکر کرن ثم التفت الی ام بچتم مکن بوز فیرا ام بچوران وقال هذه غدوتي يا سو اس من بريك فاست يا سو اس من صبح كين ولو لم اتغدى هذا الغداء اگر نہ حسب صبح كين كم هن كين مراد چي ذکر کران كين لسقطت قوتي مين اس قوت چ سترنگ چ سپه ها اس مين قوت گسا ختم يعني شيخ الاسلام تيم رحمه الله ان ست تلميذ سپرکٹ کي ديوان هيت كي مون اس قوت چ سش مي حاصل گسان كم سد ذکر اس او كلام قريب من هذا يا يتي هو كلام قرب نقل بيان شيخ الاسلام تيم رحمه الله تيم ابن القيم رحمه الله بيان کرن بيان كرام بي وقال لي مرة أكل قد بيان لا أترك الذكر إلا بنية إجماع بنفسي وإراحتها يبقى هذا شو نكون سال ذكر كرام مگر شركة موجود بين نفس راحة دين خطر سواء بس تف قوة جمع قس نخطر يعني يتبع ذكر كارت أمس تقسم قوة حاصل أم بتوز بين نفس أم موجود ركوان ذكر نش كون سات تاك أث نفس دين ثورا بوت راحة يجلس واپس تیار مزید ذکر کرن خطر لأستعد بتلك الراحة تاك أم راحة سلقس بتیار لذكر آخر مزيد ذكر خطر أو كلاما هذا معنى يا يتيه كلام كرمي تمو ذكر
Diyoruz. Şeyhul İslam'ın Taymi Rahimullahu Teala Tora bu şuruveti zindeki mutlaka talabul ilmas mutlaka آخر اسپرکار با آخر چیز بیان شو شیه که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی شروع شروع اسمان جوانی مزی هم ساتی من آسان چه لکتی این مراد چه تیا تینز هم مزی هم ساتی من ٹرنٹیز هم مزی آسان چه شروع بنی دی ٹرنٹیز کن شروعات هم مز یعنی ٹرنٹی ون یا ٹرنٹی ٹو اچ اس پر جوانی مزی هم ساتی من آسان چه تاس من تلی شو نقل کران آخر چیز امام مقیم رحمه الله تعالی یعنی اس تعلق اس امام تیمیه رحمه الله تعالی تیمن الله تعالی است آخر جوانی مز تاتم شو اخ واقع نقل کر امام القيم رحمه الله تعالى روضه المحبين اسمه مدارج السالكين اسمه روضه المحبين اسمه لا بو دونترن جاي نقل کرن ایتھے مدارج السالكين اسمه ایک جاي نقل کرن بیان کر امام القيم رحمه الله تعالى وحدثني بعض اقارب شيخ الاسلام ابن تيميه کہ شيخ الاسلام ابن تيميه تہ ریلیٹو ونز حزا قرب بعضو بیان تلکن چملہ کان کہ روضه المحبين اسمه چپان نقل کرن ابن تيميه ابن القيم تمکم شاسن تقي الدين ابن شكير ان شاء الله ام سندو اقارب همز تي واحد سكر معك بس بيان قال كان في بدايه امره يعني شروات اسمه هسه الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يخرج احيانا الى الصحراء يم الصحراء كن يرى يعني تتي الى زمين اسكن يرى تنك هنا اسا يخلو عن الناس تاكل تم نسن لو كانش كان تم خلوت تكاز اسم نسا لقوه تكاز اسم كان لقوه ما يريد عليه كاز كمان بس كن ساتس ايماني كيف حاصل كسان يم ستي اسم يسان كي بغسا كن يزن ربني سورا بس اسم لوکن نش دور فتبعته یوم بیان کران یتکی یودین ابن شکیر کی بحث گوس امس اکیس پات پتی یوش نہ خاطر کی شیخ حسین تمی کوچ گسان فلما اسحر تام پتی تیم گسان چ دخل صحرا اسمز اسحر بمانا دخل فی الصحراء یتیاس ام صحرا اسمز دخل گسان تنفس السعداء ام شین بڑاخ شون شخ تراون یعنی بریت حق تراون شخ تراون ثم جعل يتمثل بقول الشاعر وهو مجنون وهو لمجنون ليلى من قصيدته الطويله ام شارك يم قول ست يك شاعر سندي اك بيت باني زبان پٹ انان باني سچويشن ريپرزنٹ کرن خطر تو سو شاعر کو شيم سندي كلام ابن تيميه پرانچ تو شو مجنون يعني قيس قيس ابن الملوح تم سندي كلام پران پن حالت ريپرزنٹ کرن خطر واخرج من بيت من بين البيوت لعلني احدث عنك القلب بالسر خاليا كي بحث جوز نيران غارو نجدور ام موجود تاكي بكر چون ذكر پنز دلس حلوات اسمز يعني مراج ابن تيميه رحمه الله سنت عتن كي قول استيمن نقل کرنا سيد كي بچوس ماز نيران دور غارو نش لوكا نجدور نيران تاكي بكر پنز رب سيد حلوات بكر پنز دلس سيد کلام ہم کلام گژھو پنس دلس سۭتۍ پنس ربس متعلق پنس محبوبس متعلق کر بہ پنس دلس ذکر یہ اس اخ تعلق اخ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ تمن پنس ربس سۭتۍ ییٚمہِ موجوب تم کُنہِ ساتہٕ آسان ٲسۍ کہِ بہٕ گژھٕ خلوتس منٛز آسُن امہِ پتہٕ ٲسۍ تِم شروعاتس منٛز پنٕنہِ شروعٲتی زندگی منٛز کُنہِ ساتہٕ نیران دوٗر صحرا کُن امہِ پتہٕ تتہِ پنس ربس سۭتۍ خلوت اختیار کران الله تعالى اسمعوا كي الله تعالى دين اس بنين اسلاف هز اقتداء كنوك توفي يمن علماء نش دين اس يند علم ست استفادة كنوك توفيك يند سيرة نش هشنو توفيك صلى الله تعالى على خير خلقي محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.